السلام عليكم ورحمة الله، متى الأحوال؟ جاسبر راكم بيان. الفيديو هذه نديرها خفيفة ظريفة، ماشي خفيفة ظريفة باسكو فيها مواضيع. إن شاء الله المواضيع اللي راح نحكو عليها هو موضوع مهم بزاف. الموضوع اللي نحكو عليه هو موضوع مهم بزاف، هو موضوع مفهوم النظام. واش معناتها مفهوم النظام؟ المفهوم الجزائري، مش نهضر على المفهوم العالمي ولا حاجة. ما هو النظام؟ كان واحد، كان بزاف الأنظمة، كان النظام المالي، النظام البنكي، النظام السياسي، النظام الاقتصادي، اكسيتيرا. بصح النظام في الجزائر هذو الناس عم يخرجوا ويغيبوها للشعب الجزائري ويجبدوا له في كلمة نظام. النظام لازم النظام هذا يروح، ومن بعد يخلطوا النظام بالجيش، ويخلطوا النظام بالسياسة، بالوزراء، اكسيتيرا. شكون هو النظام؟ ما هو النظام؟ كان واحد المثال، واش يقول لك؟ قالك غيبها له يتبعك. هذا عندنا مثل في الجزائر، غيبها له يتبعك. واش معناتها؟ معناتها واحد تحبو يعود يتبع فيك، غيبها له برك، ردو ما يفهمش، ردو باللي جايح ما فاهم والو، وانت راك فاهم خير منه. كون ما يتبعكش يحصل، الو يقعد يتبع فيك. هذه هي، كاين ناس قافزين في هذه، حيليين. كاين ناس فالحين في هذه الامور، يديروها قفازة، يغيبوها للناس، يلعبوها هما الفاهمين باش يخلوهم يقعدوا يتبعوا فيهم مساكن ويبروفيتيو فيهم. هذا راهم يديروا نفس الشيء للشعب الجزائري، باش يغيبوها له بواحد الكلمة يقولوا له نظام. هذا زبيدة عسول، هذه حزب العمال، هذا اكسيتيرا. حنا راح نعرفوا اليوم كلمة النظام. وش هو النظام في الجزائر؟ ما هو النظام في الجزائر؟ هو كون نشوفوا النظام، هو النظام تاع الرئيس. كي يجي رئيس يجي معاه الأحزاب، يجيب معاه الحكومة نتاعو، هذاك هو النظام. بصح حنايا حنا في الجزائر عندنا نظام، عندنا نظام ناضج، عندنا سياسة في الجزائر، حنا عندنا أحزاب، ما عندناش. أنا هذا الفيس ولا لفافاس ولا الأحزاب هذه اللي كانت عندنا كاع ما أنا من شبيعها. أحزاب اللي ما تعرفش الشعب تاعها، اللي ما تعرفش الشعب تاعها، اللي ما تدرس الشعب تاعها، وما على بال الشعب تاعها كيف عايش، ما من لغة الاتصال مع الشعب تاعها ما على بالهاش به. كيف تقول لي انت هادو أحزاب؟ هادو موش أحزاب، هادو مخربين للبلاد. مثلا مخربين البلاد، مثلا تاع الحزب تاع الفيس. الفيس كي جا، جا في الثمانينات، من بعد هو بدا يبان في التسعينات كي بدا الانتخابات. هو جا على اساس كيما قلت لكم بكري، صرا مشكل في الدين في الجزائر، لانه صرا كيما عندهم هما الانحلال، معناتها الناس ولات تسمع الراي، ولات الجزائر تطور، ولا الشركات، ولات الخدمه، ولات الناس تتنفس، ولات الناس تحب تشري طوموبيلات. الامور بدات تمشي الجزائر في وقت حزب لافالان اليبوك، وقت حزب لافالان اللي كان داير بومدين، والطريقه تاع بومدين اليبوك كانت الجزائر هي ماشيه، وزاد الشادلي اكسيتيرا. كانوا عندنا شركات، وهذو الشركات بعد نشوفوا شكون اللي دارهم، صونا تاكس، صونا لاكس، صونا كوم اكسيتيرا، والفلاحه والبترول اكسيتيرا. الامور شكون اللي دارها هذه بعد نشوفوها. هذو العباد كي شافوا الجزائر حاطير تمشي، بداو يديروا مشاكل، شافوا باللي الدين راح يروح لهم، باسكو خرج الراي كما حكيت، الموسيقى اكسيتيرا. هما استغلوا الفرصه هذه، لان شافوا الشعب الجزائري مدين 100%، والدين تاعنا هو الاسلام، ما عندناش ديانه اخرى. عندنا بصح كاين العباد راهم تحت، كاين جودايزم، كاين كريستيانيزم، المسيحيين، اليهود اكسيتيرا، راهم تحت متخبيين. بصح كي جاو هادو استغلوا الفرصه تاع الدين، قالوا للشعب الجزائري عندكم مشكل في الدين، كيما نقولوا حنايا عندكم ازمه دينيه. من ازمه دينيه خلقونا حاجه هي ازمه سياسيه، داروا الاحزاب وظهروا فيها احزاب اخرين. بعد داوهما، كي داوهما داروا الفوضى، بداو يديروا الفوضى، كي نحاهم بداو يسلحوا ويطلعوا في بعضاتهم. ما نساوش اليبوك في كل ولايه من الجزائر كان تقريبا 80% من الفيس. الشعب تاع تقريبا مسكين تعدى وعداوه بالعقيده هذه تاع الفيس ودخلوا معاه. عنها الحكومه نتاعنا هذيك اليبوك، النظام اليبوك، لازم يدي طرق باش يبلوكي هذا
هذا التقدم هذا تاع الفيس، لانه راح يخرب البلاد كما تشوف الصوره، راح تولي كيما باكستان وافغانستان وسوريا والعراق. الحمد لله الحمد لله ما صرت لنا هذا. انا واش راني نشوف، انا البرك راني نوضح للناس واش صرا على النظام تاع ليبوك بدا يتعامل بهذه الطريقه باش يبلوكي هذه الامور. علاه الجامعات فسدت في الجزائر؟ علاه الامور فسدت؟ لانهم باش يبلوكيو، لانهم شافوا باللي في كل جامعه 80% من الجامعات تابعين الفيس، من كل ولايه تابعين الفيس، لانهم خدعوهم الناس هذو وداوهم. اذا باش يبلوكيهم لازم يخترقوا كل الاماكن. والجيش دار خدمه كبيره جباره، سيسير واحد ماهوش بارفي في الدنيا باش يحطم حاجه، سيسير لازم يخرب حوايج مسامح. واحد ما هو بارفي، لانه في الاخير شكون اللي نجح؟ هي نجحت الجزائر، ما وليناش كيما افغانستان ولا كيما سوريا ولا العراق. الناس هذو جاوا خلقونا، قالوا بلي الشعب عندكم ازمه دينيه، خلقونا ازمه سياسيه. والهدف تاعهم ماشي دوله جزائريه اسلاميه، نو، دوله اسلاميه، معناتها دوله فما وين تبدا كيما نقولوا الفتوحات الاسلاميه، لانهم مازال عندهم فروسهم فتوحات الاسلاميه لازم ترجع. كيما الترك كان مستعمر قديم، او راجع باش يحوس يدير الاستعمارات تاعو يرجعها، كيما فرنسا اكسيتيرا، هذو كاع عندهم القديم يحوسوا يرجعوا، يحوسوا يعاودوا كيما نقولوا حنا ينوضوه يفطنوه. كيما هذو يحوسوا يديروا فتوحات اسلاميه، موش الهدف تاعهم انهم يطوروا الجزائر، يقدموها، يطوروا الشعب، الشعب اللي يخدم ويعيش في حياه كريمه اكسيتيرا. نو، الهدف نتاعهم هو فتوحات اسلاميه، معناتها كون حكمها الفيس كاع نولوا كيما هكذا مسلحين ونروحوا نحاربوا بارتو في الموند. هذه هي، ماناش نهضر على نحنا الله يرحمه، الانسان نضيف تاع الحماس، مع وبالتالي الحماس خربوها شويه. المهم حكينا شويه على الفيس، الان على النظام. شكون هو النظام؟ حنا معنايا ما عندناش نظام، ما عندناش حزب، كما قلت انا ما عندناش حزب، لانه الحزب اللي ما يعرفش الشعب نتاعو، اللي ما يعرفش كيف الشعب تاعو عايش، كيف يقدر يطور شعبه، كيف يقدر لا بسيكولوجي لا سوسيولوجي تاع الشعب تاعو ما على بالوش بها، كيف يعالجو، كيف يمشي الشعب تاعو ويقدمو. والحزب اللي يجي يستعمل الدين باش يقيد به الشعب يخدعو به، ما هوش حزب هذا. ولا الشعب اللي يجي يستعمل الأمازيغية باش يقيد الشعب، ما هوش حزب هذا. الحزب اللي أنا نستعرب به اللي يجي يعرف المونطاليتي، العقلية تاع الشعب الجزائري، ويحاول يقنع الشعب الجزائري بالعقلية نتاعو، ويوري له كيفاه يمشيه باش يطور له بلاده. هذاك هو الحزب تاع الصح، هذاك هو. ماشي تستعمل حاجة وتجي، ولا تستعمل قوة خارجية، ولا مش عارف أنا يا حوايج أخرين، ونجي تقول باش ندير ننطلق بيك وندير حزب إكسيتيرا. أنا الحزب اللي نستعرض به هو الهفنان تاع بكري، اللي جا فيه بومدين الله يرحمه، كانت الرجالة تخدم، داروا شركات، بدات تمشي الأمور الجزائرية، جاو هادو تاع الفيس خربوها، رجعونا لاريار. كي جاو هادو جا بوتفليقة، بوتفليقة جا بدا يخدم بالسياسة تاعو، لازم ينظف، راهي مخلطة الدعوة، راهي مشبكة. بدا يخدم ويعرف لها ويخدم يخدم يخدم، بصح مرض. لا فيريتي، ما نكذبوش على بعضاتنا، هو جاتو الفرصة تاعو، دخل بالدراهم، دخل بالبترول، بصح استغلو، نوضو فيها رجال الأعمال، نوضو السراقة، نوضو العصابات، نوضو الأمور. بوتفليقة مرض من 2013، خلاص القلم رفع على بوتفليقة. على هذونا يستعملوا في بوتفليقة الضرك، يهضروا عليه حتى يقول لك بوتفليقة قدم استقالته. انا كي نسمع الناس يقولوا بوتفليقة قدم استقالته، انا نقول هذو اغبياء ولا عباد؟ انسان مريض، كيفاه هو مش فاطن الروح بلي هو قدم الاستقالة تاعو؟ وين على باله بلي قدم الاستقالة تاعو؟ الانسان راه يخمم في صحته مع ربي، وراح يقول لك الموت وربي كفاه يدلي واكسيتي راسي، نهاية، يخمم في النهاية نتاعو، ما على بالوش قابل الجزائر، هو يخمم في صحته وهو رايح. كيفاه تقول لي قدم الاستقالة نتاعو الانسان مريض؟ كيفاه تستحمروا في الشعب الجزائري للدرجة هذه وتقولوا النظام 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 النظام؟ انا بوتفليقة كون كمل كون خدم، بس على غرب مرض دارو سراقة،
كيتصالح كاين فما مع ربيهم. اوروزمون ربي جابنا القايد صالح، دار بهم، سركنهم، نظف الدعوه، ديرهم في الحبس في الحبس، لان النظام هذا هو يتنظف. والنظام كما قلت انا بكري كما الاورديناتور، بكري كنا نخدموا بالاورديناتور، كانوا لي ماشين الكبار، نحكوا على الاورديناتور اللي كان فيه الدوز برك يعني نيكرو نوار، وتكتب بكتابه بيضاء فيها نيكرو في شاشه سوداء، نيكرو نوار تكتب فيه كتابه بيضاء يكريتير بلونش تكتب اكسيتيرا. كان هكذا الاورديناتور. بعد بداو الاورديناتور عنده نظام، عنده ان سيستم يمشي به، ما قالوش نحوه السيستم نو. واش داروا؟ داروا ميزاجور، داروا تجديد، داروا ابديت ابجريد تاع النظام التشغيل تاع الاورديناتور. معناتها تطور، بداو يطوروا فيه من دوس، راحوا لويندوز 3.11 3.11، بعد ويندوز 3.11 ويندوز 5.95 ويندوز 8 اكسيتيرا، وبداو يطلع حتى ويندوز 10. ولكن كون حوسوا على الدوز نلقاوه توجرو فما، النظام القديم مازال داخل في النظام الجديد، لانه النظام القديم متطور. هكذا تطور الدوله. حنا ما نجوش نحو لا فلان اللي كان هو اللي دار الانطلاقة تاع الدولة الجزائرية، ومنه هو اللي خلقوا الشركات في الجزائر، وتجي تقولي نحوه لازم نديرو تجديد ونظفوه، لهذا هو العمل اللي راه يدير فيه تبون. والحكومة هو تنظيف النظام، النظام يتجدد يتنظف يصرالو اني ابجريد باش يتطور. هذا هو مش معناتها مفهوم النظام. انا ندير في الفيديو هذا للشعب الجزائري باش يفهم واش معناتها نظام ما يخدعوش. كاين اخرين كيروحوا يخرجوا في الحراك نظام عندهم هما الجنرالات فقط، كاين اخرين نظام مانيش عارف هما العصابات هذو. هذه هي واش معناتها. حنا ما عندناش احزاب، ما عندناش كاع حزب، حنا يعني لازم الانطلاقه تاعنا تكون بحزب واحد، ولا غير بالحكومه هذه تاع تبون تمشي، ومن بعد كي نحكموا بعضاتنا نديروا احزاب، احزاب اللي تعرف الشعب تاعها، احزاب اللي تعرف العقليه تاع الشعب تاعها. ماشي نجيبوا احزاب اللي يهضروا مثلا كيما هنايا، نعطيكم على سبيل المثال كي كونتريبيي يا مي دي زيفور، هذا كيما هذو جماعه الياس الرحماني اكسيتيرا، مانيش عارف الحراك تاعهم، عارف الكونغري اللي داروه اكسيتيرا، جاب هاك تشوف يهضر بالفرنسي. انا مانيش ضد اللغه الفرنسيه، الناس ما يفهمونيش، اللغه الفرنسيه كلغه مثل اللغات الموجودين. انا لغه الاتصال مع الشعب تاعك يا محمد، راك تهضر مع الشعب الفرنسي، راك تهضر مع ميشيل ولا ديدي ولا جاك ولا سوزان ولا نو، راك تهضر مع محمد وفاطمه وسعيد وعائشه، راهم جزائريين. اذا كنت تهضر غير الناس اللي يفهموا الفرنسي سما راك غبي انت، معناتها راك تربح غير في الاقليه. بس إذا كنت حوس تربح الجزائر وكل شعب الجزائر وكل، أهدر بالدارجة باش الميساج تاعك يوصل والرسالة تاعك توصل وتكون مفهومة. هذو زعما يحاربوا النظام ويهضروا باللغة الفرنسية، هذه اللي ما فهمتهاش أنا. معناتها هاد العباد يهضروا بالفرنسي، معناتها أول حاجة الديماراج تاعهم خطأ، الشعب تاعهم ما على بالهمش بيه، ما يعرفوش، يعرفوا غير الطبقة المثقفة هذيك اللي زعما تهضر بالفرنسي، زعما اللي راه يهضر بالفرنسي راه مثقف. هذا هو المشكل عندنا حنا في الجزائر، اللي يهضر بالفرنسي راه مثقف، هذا غباء غباء. هذا هو المرض اللي عندنا، كومبلكس دانفيريورتي مع اللغة الفرنسية، عقدة النقص مع اللغة الفرنسية. تعرف الفرنسي راك مثقف، راك انت هو الهين، خير من واحد يعرف ماتيماتيك بصح ما يعرفش الفرنسي. سمع حنا في الجزائر كون كومباري ونحكموا واحد يعرف الفرنسي وما يعرفش الماتيماتيك راك مليح، بصح نحكمو واحد يعرف المات واحد بصح ما يعرفش الفرنسي، انا راه غبي انت اجبد. هذا هو المشكل، على رانا قاعدين روطار، عندنا عنها عندنا احزاب ما يعرفوش لا مونطاليتي العقليه تاع الشعب تاعهم. انا الاحزاب هذو اللي راه يتمشيو الحركات هذو نحيها كاع زيرو، نضربها في الصفر، ما عندها حتى معنى. اذا حنا لازم نديرو انطلاقه نرجعو الحزب القديم تاعنا لفلان تاع بكري تاع وقت ممدين، ونقول لكم علاه، لان الانطلاقه تاعو كانت جيده. بعد من هذا الحزب كيمشي بيان كيخرجوا احزاب، يخرجوا احزاب لازم لازم يكون الشعب متفق عليهم، لانهم هذو الاحزاب يعرفوا العقليه تاع الشعب تاعهم. كي يقولوا يعرفوا العقليه تاع الشعب تاعهم ويحترموه ويهضروا بالدارجه اللي يفهمها الشعب وكل اكسترا، هذو نقدروا نخيروهم يكونوا احزاب. ما يجيش يستعمل الاسلام مثلا
الإسلام باش يقدر يجبد الشعب ليه بالعاطفة، ولا يستعمل أمازيغية، ولا يستعمل أخرى أمور أخرى. نحكو شوية برك هنايا قبل ما نباسي على روح البومدين، نحكو على هذا. كيما حكيت بكري، أنا درت فيديو في جانفي اللي فات قديمة، وقلت باللي هذا الحراك والصراع راه بيننا في فاس والفيس، رشاد ديجا خلطهم مع الفيس. أنا قلتها بكري، وقلت يجي نهار اللي يتعافروا في بعضاتهم. داير جا نهار دابزوا في بعضاتهم والحراك تقسم. ألوغ الفيديو هذا في رأيكم على داروها؟ شكرا، يعطيكم الصحة كي عطيتنا من وقتك الضيق جدا على بالنا. هذا واش معناتها باش يفهموا الرأي العام الجزائري باللي فوالا يا رشاد والفافاس والفيس هم راه بداو يتحدوا مع بعض. يا جماعة كي نديروا الحراك نروحوا نجملوا كاع مع بعض ويبدا الحراك. كما كان ثاني جماعة أخرين تاع جماعة هذاك اللي راه في الحبس هذاك وسموه رشيد نكاز، كان واحد جماعة من باتنا تابعين ليه، زعما يهضروا باللاكسون تاع باتنا بلي مشاوية فوالا باش يجبدوا الشاوية ويزيدوا دخلهم في الحراك. قاعدين يسبوا في زروال ويسبوا فيه ويقولوا بلي راه خداع ومش راجل اكسيتيرا، وبلي راه كيما نقولوا لها طحان اكسيتيرا، وراه تابع النظام وراه هاك وراه سراق ولادو سراق. علاه هذا كل باش الحراك يرجع، باش الشاوية يزيدوا تعباتنا ينوضوا ويرجعوا الشاوية كاع يرجعوا يدخلوا الحراك. هذا واش معناتها؟ أم كاع الفيديوهات هذو راهم يهفوا باش يزيدوا يخلقوا كيما نقولوا حنايا عدم الاستقرار في الجزائر. حنا الاستقرار بدا ينهض في الجزائر مع الحكومة تاع تبون، لازم نتبعوها ونخدموا البلاد. هذو الناس راهم يديروا غير في الاضطرابات، يزيدوا يخلونا نرجعوا لاريير 20 عام. هذو الناس راهم يخموا غير في المصالح نتاعهم. كيما هذو الناس تاع لافافاس راهم ينتقموا لأي تحمد، جماعة الفيس راهم ينتقموا لعباس المدني وليدو هذاك اللي في قطر الملياردير، راه ينتقم لبيو برك مش ينتقم للشعب الجزائري، ينتقم لعباس المدني باش يحققلو الرغبة نتاعو يدير دولة إسلامية في الجزائر، فتوحات إسلامية تبدا من الجزائر. ونتاع لافافاس رغبة لأي تحمد إكسيتيرا، والله ما على بالهم بالشعب الجزائري. حنا نشوفو الإنطلاقة تاع الشعب الجزائري، هاي ورا الإنطلاقة تاع الشعب الجزائري. سمحولي هنا داك نجيبها لكم، ها هنا انطلاقة تاع الشعب الجزائري. مشاهدينا الكرام من العاصمة الروسية موسكو، أحييكم وأرحب بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة، ويسرني أن أستضيف في هذه الحلقة أحد أهم المتخصصين في الشؤون الجزائرية في روسيا، السفير الروسي سابقا في الجزائر السيد فاليري غوشكين. سيدي غوشكين، يسرني أن أرحب بك مجددا في برنامجنا. أهلا بكم. سمعونا على الببليسيتي هذه لكن نحيها. في عام 1965 انتقلت السلطة في الجزائر إلى وزير الدفاع السابق العقيد هواري بوميان نتيجة انقلاب عسكري، ومن بين ما قام به في إطار الحركة التصحية تأميم المناجم العميقة والسطحية ومؤسسات الضمان والبنوك والفروع الرئيسية للصناعة والامتيازات النفطية والغازية الفرنسية بشكل جزئي. ثم أقرت الخدمة الصحية المجانية وعلن عن إلغاء الضرائب للفلاحين، وكانت الدولة بحاجة ماسة لجيش نظامي قوي، فتوجهت الجزائر من جديد لطلب المساعدة من الاتحاد السوفيتي. وقد تمت مناقشة صيغ وحجم تقديم المساعدات خلال عدة محادثات. أو بوتفليقة مع أبو مدين الله يرحمه، شفت كيفاه يحوس يطور الاقتصاد في الجزائر، والجزائر غير استقلت من فرنسا يحوس ينطلق بها بالشركات ودخل لي بانك اكسيتيرا، لأن لا بانك كما حكيت بكري هي الدولة، لا بانك هي النظام. أنا كي نقول النظام بور مو النظام شكون هو؟ هو النظام الاقتصادي، هذا النظام السياسي وهذا كاع خرطي، كاع كلش هو النظام البنكي، النظام الاقتصادي. والنظام الاقتصادي باش يكون بالبنوك، البنوك هي الدولة. باش واحد يقول لي البنوك الربا اكسيتيرا، يا محمد فتن راك، الدولة اللي ما فيهاش فائدة بنكية ولا ما فيهاش تضخم ما فيهاش هكذا ما عندهاش اقتصاد. إذا كان التضخم تاعك زيرو والفائدة البنكية زيرو
انت ما عندكش اقتصاد يا محمد، لازم تكون بنك، ولازم يكون بنك هي اللي تحافظ على التضخم، هي اللي تحافظ. يعني خرج على الموضوع هذا اللي حكيت عليه في فيديوهات سابقه، ولكن شوفوا بومدين الله يرحمه واش دار الجزائر مع الحزب الواحد نفلان تاع بكري رسميه، وتم اقرار المسائل المتعلقه بتوريد السلاح وتدريب العسكريين وكوادر الضباط. وبموجب الاتفاقيات التي اجريت بين البلدين، ارسل الى الجزائر عدد كبير من المستشارين العسكريين السوفييت، وقد ساعد هؤلاء القيادات العسكريه الجزائريه في تنظيم الاستعداد القتالي واتقان استخدام التقنيات السوفييتيه، كما درس الضباط السوفييت في المعاهد العسكريه الجزائريه، وتدرب المئات من العسكريين الجزائريين في المؤسسات التعليمية العسكرية في الاتحاد السوفيتي. ووفق معطيات رسمية قام بالخدمة في الجزائر ما بين عامي 1962 و1991 أكثر من 10,000 عسكري سوفيتي، إذ فقط بين عامي 1962 و1964 خدم في الجزائر أكثر من 400 جنرال وضابط سوفيتي، ووصل عددهم في عام 1978 إلى 2000 عسكري. وخلال هذه الفترة كانت الخسائر في صفوف العسكريين السوفيت 34 عسكريا. سيدي غوشكين، رجعت مصادر مختلفة بما فيها الفرنسية عند تحضيري لهذا اللقاء، ولفت نظري أن رئيس واري بوميديان على الرغم من اختياره التعاون مع الاتحاد السوفيتي، وعلى الرغم من أنه كان بين بلدان العالم الثالث عضوا نشيطا في حركة عدم الانحياز وكان أقرب إلى الاتحاد السوفيتي من الناحية الأيديولوجية، إلا أنه مع ذلك كان يدير سياسته بشكل براغماتي، ولفت نظري أنه كما يقال لم يضع البيض كله في سلة واحدة، أي أنه كان على سبيل المثال يتعاون بكل سرور مع الأمريكيين في مجال استخراج النفط والخامات المعدنية بشكل عام، كما تعاون مع شركات غربية عديدة. وعلاوة على ذلك، عندما قطع العلاقات الدبلوماسية في يونيو من عام 67 مع الأمريكيين، لم تتضرر المشاريع المشتركة مع الأمريكيين، بل أنها أخذت تتطور لحد ما، ولعله كان يدرك أن الاتحاد السوفيتي لم يكن بإمكانه التنافس مع الأمريكيين بل وحتى الفرنسيين في بعض مجالات التكنولوجيا الحديثة، وبالتالي فقد حافظ بوميديان بمهارة على التوازن في مجالات مختلفة بين الاتحاد السوفيتي الذي كان يتلقى منه كل ما كان بإمكانه الحصول عليه من سلاح، وبين بلدان الغرب التي تعاون معها أكثر في المجال الاقتصادي، أليس كذلك؟ كان بوميديان فعلا شخصا عمليا براغماتيا، والجزائريون بشكل عام عمليون. كان من المفيد بالنسبة لبوميديان من الناحية الاقتصادية أن تكون لدى بلاده استثمارات أمريكية على الرغم من المواجهة الأيديولوجية. نعم كما يقال لا شيء على المستوى الشخصي، مجرد بزنس. طبعا كلا لم يرتد لهذه الناحية، أما كونه لم يكن يسمح بتقريب شركاء الغربيين إليه فهذا موضوع آخر. وعلى الرغم من كل شيء كان لديه نهج يتبعه بذا، على الرغم من كل الاتصالات والتعاون لم يكن يسمع له بإجباره أو إرغام الجزائر على السير في نهج لا يرغب فيه. يعني لم يسمح بوميديان للاتحاد السوفيتي في أن يقدم إليه التوجيهات في أي مسألة، أقصد التوجيهات الخاصة بكيفية إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد. نعم، على أقل تقدير من هذه الناحية. بصراحة لا أذكر أن أحد قادتنا كان قد أبدى أي تحفظ أمام بوميديان بشأن هذه العلاقات مع الأمريكيين، لا أذكر من هذا القبيل. أي أن السوفييت لم يحاول التدخل أبدا في شؤون الجزائر؟ كلا، كنا أيضا نأخذ بعين الاعتبار خصائص وميزات هذا البلد. كان تعاوننا الاقتصادي محدودا بإطار إمكانياتنا. وكان بإمكانهم أن يسألكم وما الذي يمكنكم أن تعرضوه في المقابل؟ أقصد مقابل ما تعرضه الشركات الأمريكية. على سبيل المثال، لم نتمكن آنذاك من بناء مصنع تسييل الغاز في الجزائر، بينما الأمريكيون استطاعوا ذلك. لم تتمكنوا لأسباب تكنولوجية. تماما، لم يكن بإمكاننا تقديم المساعدة في كافة المجالات، إذ قمنا بالتنقيب عن النفط مثلا، وكنا نعرف جيدا ما الذي كان موجودا وأين، ولكن كثيرا ما لم يكن بإمكاننا الاستفادة العملية من هذه الدراسات بالانتقال إلى عملية الاستخراج والاستثمار المشترك، حتى عندما كان الجزائريون يعرضون علينا التعاون في هذا المجال. ولكن الاتحاد السوفيتي نجح في بعض المجالات، وأريد أن أذكر بما جاء في كتاب البروفيسور يفغيني بابوتشاسكي
الجزائر والاتحاد السوفيتي في الستينات والسبعينات القرن العشرين. يقول المؤلف: من أجل تلبية طلبات الجزائر أرسل الاتحاد السوفيتي وبلغاريا وبلدان مجلس التعاون الاقتصادي الأخرى الخبراء إلى مناجم هذا البلد المؤمن حديثا، وتمكنت الجزائر بمساعدة هذه البلدان من استخراج خامات الحديد والرصاص والزنك الهامة. والسؤال: ما هو مدى الأرباح والفوائد التي حصل عليها الاتحاد السوفيتي من ذلك؟ لم يفكروا في الاتحاد السوفيتي في فائدة أو عدم فائدة هذا التعاون، إذ أن مثل هذه المساعدة كانت تقدم في إطار المهام المترتبة علينا كدولة عظمى، وربما لم يكن مربحا عديد من الأعمال التي كنا نقوم بها هنا أو هناك وفي أماكن أخرى. لكن ليس في كل الحالات، الجميع يعرفون أننا كنا نتلقى ثمن توريد الأسلحة، أما مشاريع التعاون الاقتصادي والتجاري العام فقد كانت تجلب لنا الحد الأدنى من الأرباح. وربما كان الاتحاد السوفيتي بشكل عام مهتما لحد ما في أن يساعد الغرب في تنظيم استخراج الغاز والبترول لتكون الجزائر قادرة على تسديد ثمن الأسلحة السوفيتية بشكل منتظم. ربما قد يكون هذا صحيحا، لا أدري. كان من الممكن أن يكون التفكير بهذا الشكل فيما بعد عندما ضعفت قدراتنا الاقتصادية، أما في المرحلة الأولى بعد الاستقلال فلم يرغب أحد في مساعدة الجزائر باستثناء الاتحاد السوفيتي وخاصة في مجال الخبراء. لعلك تعرف أن الفرنسيين بعد إعلان استقلال الجزائر أخذوا يغادرون البلاد على نطاق واسع، وكان الجانب الفرنسي يشجع إلى حد ما مغادرة خبرائه للبلاد. لقد أدى كل ذلك إلى أن المصانع أصبحت بدون مهندسين وخبراء، ولم يبقى عمليا المدرسون أيضا، لا في الجامعات ولا حتى في المدارس، كما غادر الأطباء. شفت فرنسا؟ فرنسا بكريكي شفت الجزائر راح تطور وتمشي اكسترا، خرجنا حتى قال الاساتذه نتاعها والخبراء نتاعها من الجزائر باش الجزائر تتخرب، وانتم تروحوا تهضروا لي بالفرنسي وتهضروا مع الشعب الجزائري بالفرنسي وتشرحوا الوضعيه تاعكم كيف تطوروا البلاد الجزائريه بالفرنسيه، شكون راح يفهمكم؟ نكملوا الحكايه، شوفوا بومدين شكون راح يدير الجزائر. نورمال الانطلاقه هذه كورونا حافظنا عليها وكملناها، كورونا دوكي رانا خير من سنغافور. باو الاوروبيون الجزائر ولم يسرع احد ليحل محله. وفي ذلك الوقت بالذات في احمك اللحظات ارسل الاتحاد السوفيتي معلميه واساتذته الى هناك، واقام المعاهد المتوسطه والعاليه وغيرها. أوشي معهد البترول والغاز في بومردس ومعهد النسيج، وكان ذلك عملا مشتركا بيننا. أعتقد أن مصنع الحديد والصلب قد بني أيضا، مجمع الحديد والصلب في عنابة والحجار. نعم فعلا بنيناه هناك، وأذكر أن الاتحاد السوفيتي تحمل آنذاك الجزء الرئيسي لأعمال البناء على الرغم من عمل خبراء من ألمانيا الغربية وبلدان أخرى في بعض قطاعات المشروع، لكننا بالذات كنا نبني منشآت المشروع الرئيسية، وكانت لدينا في الجزائر مجموعة كبيرة من الخبراء التي وصلت عملها هناك حتى بعد الانتهاء من بناء المشروع، ووصلت تقديم المساعدة التقنية. كانت تلك مساعدة في منتهى الأهمية. أما فيما يتعلق بأطبائنا فإن عددهم في الجزائر كان في إحدى المراحل حوالي ألف. ألف طبيب؟ نعم 990 على ما أذكر. وأذكر فترة السنوات الأولى بعد إعلان الاستقلال كان من الممكن أن تجد خبيرا سوفيتيا في كل تجمع سكني في الجزائر تقريبا، بما فيها حتى القرى الصغيرة، وكان يمكن أن يكون طبيبا أو معلما في المدرسة أو جيولوجيا أو عاملا في مجال النفط والكثير من أصحاب المهن الأخرى. لم يكن هناك تجمع سكني في الجزائر لا يوجد فيه خبراؤنا، وكان من الممكن التوجه بكل ثقة إلى أي مكان وأي قرية، والسؤال هناك عن مكان يعيش فيه الروس هنا وسيدلونك بالتأكيد على مكان سكنهم وعملهم. وكنت بنفسك شاهد عيان على كل ذلك. بالطبع. When you're fighting to save America's family farms, every decision counts. That's why at Moin, we try. كانت صناعة النفط والغاز الجزائرية دائما مجالا تقليديا للتعاون مع الاتحاد السوفيتي.
لم يؤمن هذا الفرع احتياجات البلد من الطاقة والبتروكيماويات وحسب، بل اعتاد القسم الرئيسي من وارداته إلى الخزينة. وقد عمل الخبراء السوفيت بشكل مستمر في الشركة الوطنية سوناتراك، واشتغلت آلات الحفر في حقول النفط، وزودت مخابر البحوث العلمية بالمعدات السوفيتية. وكان لمساعدة الاتحاد السوفيتي في عملية الإصلاح الزراعي أهمية خاصة، حيث تم توسيع رقعة الأراضي الخصبة من خلال تطوير إمدادات المياه، وبني لهذا الغرض سدان للري. واكتشف الخبراء السوفيت في مجال الجيولوجيا المائية خلال 4 سنوات من العمل في ظروف بالغة الصعوبة في الصحراء الجزائرية احتياطات مائية زادت 25% عن الكمية التي وجدها الفرنسيون خلال 130 عاما من وجودهم هناك. وقد أنشئ عام 1964 بمساعدة السوفيت المعهد الوطني للنفط والغاز والكيمياء في بومرتاس، والذي يستوعب 2500 طالب، وتم إهداؤه للجمهورية الجزائرية. كما تم افتتاح المعهد الوطني للصناعات الخفيفة هناك. وفي عنابة تلقى أكثر من 2000 طالب جزائري تعليمهم في المعهد الوطني للتعدين والفلزات. وفي بليدة تم تأسيس المعهد الوطني العالي لاستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى 4 معاهد متوسطة. وساهم الخبراء السوفيت كذلك في إعداد الكوادر الجزائرية في 23 مركزا للتعليم المهني والتقني. لننتقل الآن إلى عملك وخبرتك الشخصية. كيف وجدت نفسك في الجزائر بناء على أي مهمة؟ يعني ما الذي كان يجب أن تعمله هناك ومتى وصلت إلى الجزائر لأول مرة؟ وصلت إلى الجزائر في شهر مارس عام 65 ضمن فريق من الطلبة المتطوعين لأعمال البناء. كنا بالمناسبة في الوقت نفسه مندوبي مهرجان الشباب العالمي الذي كان من المقرر إقامته في الجزائر، لكن المهرجان ألغي بسبب الانقلاب العسكري والإطاحة بأحمد بن بلة، على الرغم من استعداد الجميع بنشاط لهذه الفعالية الكبيرة. لكن العمل في فريق البناء كان مهمتنا الرئيسية، وكان عندنا 130 متطوعا من مختلف مدن الاتحاد السوفيتي. لقد شارك الشباب في مشاريع البناء، وكان فريق العمل يتألف أيضا من متطوعين من مختلف بلدان العالم، وشارك في أعمال البناء من جهة الشباب الجزائريون، ومن جهة أخرى فرق الطلبة من بلغاريا وألمانيا الشرقية وهولندا. كما كان هناك أيضا فرنسيون وسويديون، أي أن عدد المشاركين كان كبيرا. وكنا في إحدى قرى بلدة وادي سيباو في منطقة القبائل، وقد بنينا بيوتا لسكان 4 قرى جبلية كان الفرنسيين قد دمروها بالقصف في حين في نفس منطقة القبائل. لهذا كنا نمارس بشكل رئيسي أعمال البناء. كان هذا كله في إطار العمل الشبابي، في إطار الحركة الدولية للشباب. نعم، بالفرنسية فولونتاري، المتطوعون، الشباب المتطوعون. وكانت ترعى هذه الحركة منظمة الشباب لجبهة التحرير الوطني الجزائرية، وعمل في معسكرنا للبناء في أوقات مختلفة كثيرا من الشباب بما فيهم الجزائريون. وتوجهت إلى هناك في البداية كعامل لصب الخرسانة وكبناء. سمعتوا حزب جبهة التحرير الوطني اللي كان يخدم في البلاد، مام منطقة القبائل يقولك محقورة من بكري. سمعتوا واش كان يديروا؟ فرنسا هي حقرت منطقة القبائل، حطمت المنازل تاع القبائل قاوتنا، بمدينة جبر الواسة باش يبنوا لهم باش يسكنوا يعاود يبني، واش حطمت فرنسا في منطقة القبائل. وكان حزب لفنان أليبوك هو اللي خمم باش يخدم البلاد. ونهضر على حزب لفنان نضيف، نضاف الرجال اللي خموا البلاد. وكمترجم بطبيعة الحال، ذلك أنني كنت طالبا مستعربا في معهد العلاقات الدولية، وكنا 4 طلبة من هذا المعهد عملنا في مشاريع البناء، وكنا نترجم في الوقت نفسه، إذ كان يعيش هناك أبناء منطقة القبائل الذين كانوا يتكلمون بالعربية، وكنت أتعلم لهجتهم القبائلية، وأخذت أتكلم مع السكان المحليين. علاوة على ذلك كانت لدي تجربة العمل مترجما من العربية. فقبل توجه إلى الجزائر عملت لمدة 2 سنوات مع الفتيان الجزائريين في معسكر الأطفال الدولي
أرتيف في الاتحاد السوفيتي. في حين اتخذ الزعيم السوفيتي نيكيتا خروشيوف بعد لقائه بأحمد بن بيلا قرارا حول دعوة أكثر من 100 يتيم جزائري للاستراحة في الاتحاد السوفيتي. كانوا من أبناء من استشهد في نضال التحرري. من أبناء الشهداء، نعم، أبناء المناضلين من أجل الحرية. وقد عملت مع مثل هؤلاء الأطفال بالذات في معسكر أرتيك، كان في شبه جزيرة القرم، وفي معسكر آخر للطلائع في مدينة جيلنجيك. كيف كان موقف الشعب الجزائري البسيط من السوفييت؟ هذا مثير للاهتمام، خصوصا فيما يخص الناس في منطقة القبائل. كيف كان تقبلهم للمواطنين السوفييت آنذاك؟ أستطيع القول أنه لم تكن لدينا أي مشاكل في الجزائر مع السكان المحليين. ومن الممكن أن يبدو الأمر غريبا، إذ لم يمر بعد نيل الاستقلال إلا سنتين أو ثلاث، بينما كانوا قبل ذلك في الجزائر يعتبرون كل أوروبي عدوا يجب إما قتله أو طرده من منطقتهم دون أي تعامل معه، لا سيما في المناطق الجبلية. ولم يكن بالإمكان تصور ظهور أوروبي أبيض البشر هناك، بينما كنا نتجول في هذه المناطق الجبلية بكل أمان. كانوا يستقبلوننا جيدا في مختلف الأماكن، ومن الصعب حتى أن تتصور الأماكن التي كنا نتجول فيها. وكنت أكمل أنك في بلدك تماما بكل نفس مطمئنة، بل حتى أفضل من ذلك. سيدي غوشكين، في أواخر ثمانينات القرن الماضي وصلت إلى الجزائر مرة أخرى بصفة مبعوث مفوض. وبما أنك كنت في الجزائر في فترات مختلفة في عهد الرئيس بن بيلا وهواري بومدين وبعده، كيف بإمكانك أن تصف الفرق في العلاقات السوفيتية الجزائرية في مختلف الفترات؟ لقد كنت في الجزائر في أفضل فترات التعاون وفي مرحلة الصعوبات التي واجهتها العلاقات بين البلدين. كيف تقارن العلاقات بين الاتحاد السوفيتي والجزائر في أواخر الثمانينات وفترة الستينات والسبعينات من القرن المصري؟ أود الإشارة هنا إلى أن عملي في مجال الشؤون الجزائرية لم يقتصر فقط على عملي في السفارة هناك. لقد كنت مسؤولا عن هذا البلد عندما عملت في مكتب الشرق الأوسط بوزارة الخارجية السوفيتية، وتوجهت إلى الجزائر بصفة مبعوث مفوض بعد أن كنت أشغل منصب رئيس قسم الدراسات الجزائرية، وكنت أتابع الملف الجزائري عن كثب. يعني تبعت كل التحولات في هذه العلاقات؟ عموما لا. إذن كيف تفسر التحول الذي طرأ في العلاقات مع الجزائر؟ ما هو تفسيرك لذلك؟ لماذا بدأ التحول في العلاقات بعد وفاة الرئيس بومدين تحديدا فيما يخص نوع مصادر السلاح وما إلى ذلك؟ السبب هو وجود تيارات مختلفة في الجزائر نفسها منذ البداية. كان لدى بومدين نظرته في طريق التطور الذي يجب أن تسير فيه الجزائر، بينما للآخرين في السلطة رأي آخر مخالف. وعندما كانت السلطة بيده ظل الاتجاه نحو تطوير العلاقات العسكرية وغير العسكرية مع الاتحاد السوفيتي لحد ما رئيسيا بغض النظر عن أي اعتبارات جانبية. بطبيعة الحال كانت هناك آراء أخرى في الحكومة لأناس يعتبرون التعامل مع الفرنسيين أولوية، ومن الداعين إلى الانفتاح حتى على أمريكا. لهذا فإن هذه التيارات لمختلف الآراء التي كانت موجودة في ظل بومدين والتي لم تتطور إبان حكمه تطورت في اللاحق لحد ما بعد وفاته. يعني حدث شيء مماثل لما حدث مع رئيس أنور السادات. هكذا تقريبا على ما يبدو. ربما ليس بهذا الشكل الحاد، ولكن إلى حد ما يعني. التيارات التي ظهرت في عهد بومدين كانت ملحوظة بالنسبة لنا، وكانت تثير القلق. ويبدو أن بومدين بشكل ما كان يعرف كيفية تجنب الخلافات، وعندما توفي لم يعد أحد يقف بالمرصاد لها. وتيارات كهذه كانت موجودة في عهد عبد الناصر، أي أننا أمام وضع مماثل إلى حد كبير. ليس ثمة ما يمكن قوله هنا. هل يمكننا القول سيدي غوشكين بشكل عام أن البلدان العربية أو بعض البلدان العربية أخذت تشعر بضعف دور الاتحاد السوفيتي وقوته الاقتصادية خلال تلك الفترة التي سميت بفترة الركود في الاتحاد السوفيتي، وأصبحوا ربما يدركون في بعض البلدان الحليفة أن الاتحاد السوفيتي بدأ تأثيره
يضعف، ولهذا أخذ الخلفاء يتركون ما سمي بالقطار السوفيتي بالتدريج واحدا تلو الآخر. من الطبيعي أن التغيرات السلبية التي كانت تجري في الاتحاد السوفيتي لم يكن بإمكانها إلا أن تؤثر في تلك البلدان التي كانت تتعاون معنا بشكل وثيق. سيدي غوشكين، كيف يمكنك وصف العلاقات الجزائرية السوفيتية على المستوى الشخصي؟ فمن المعروف أن لدى كل شعب عربي خصاله وأطباعه. فحسب بعض المذكرات الدبلوماسيين السوفييت فإن الجزائريين كانوا يعتبرون الأكثر حدة في المغرب العربي إلى جانب الليبيين ربما. وقيل أن الجزائريين ليسوا بالناس البسطاء في المفاوضات. ما هو مدى مراعاة الاتحاد السوفيتي سابقا لطبعهم الذي يتميز بالصراحة الخالية أحيانا من المرونة الدبلوماسية خلافا مثلا لعرب المشرق؟ هل عقل هذا الأمر تطور العلاقات المتبادلة أم أن السوفيت اعتادوا على ذلك بشكل عام؟ بالفعل كان الجزائريون يعتبرون دائما شركاء صعبي الميراث، ولم يكن من السهل إقامة علاقة معهم. لكن يستطيع القول من تجربتي الشخصية، حبسوا الفيديو هنا. شفت الحقيقة تاع بومدين الله يرحمه وبوتفليقة الجزائر. اسمعوا لي، ولا فلان لا فلان ديماراج كان بيان حزب الواحد، ولكن شفتو كان طوائف كان يبغين يرجعوا يروحوا مع فرنسا، كان يبغين يروحوا مع امريكان اكسيتيرا. مي بومدين كان براغماتي كما قالوا، كان يحوس إصلاحه تاع البلاد، شوف الفائده في امريكان يجيبها، شوف الفائده في الروس، هو شاف الفائده بزاف في الروس لانه حليف كما نقولوا حنا تاع ثقه. هذا ما كانش فيه امان وثقه، ما يخدعوش. لحد الان الروس ما خدعوناش، راه معنا بيان مع الجيش تاعنا، والجيش تاعنا واقف لانه تدريب الروس، وحنا مع الروس. الروس في الجيش الرواسة ملاح، عندهم كلمة، أنا نعرفهم الرواسة هايلين. داير بوتين درك هو يطور في بلاده، هاي الروس طالعة، الرواسة درك يولاو يرحلوا ليزيميغرون، تاع الرواسة أنا فلوسي صاحبي إكزافي، نحكي معاه قال لي الرواسة درك يبداو يروحوا من كندا يرجعوا الروس، كرهوا كندا يرجعوا الروس، باسكو الروس بدا تطور. بوتين هاو عسكري، كيما هاذيك نهار زيطوط يهضر قال لك يهضر على الدول الإفريقية اللي استقلت وإكسيتيرا. والاخر سماربي اللي كان حاكمها واحد واقف في السودان كان حاكمها عسكري، بعد بدل القياده المدنيين اكسيتيرا. هاو رواندا، رواندا هو عسكري، بول كاغامي هاو عسكري، نظفها نحى الفرنسي دارها اونغلي دار توتسو، هاي ماشي في بلاده ولات رواندا سنغافور حاكمها عسكري. شكون هو بول كاغامي؟ عسكري. بوتين شكون هو؟ هاو يطور في الروس، الروس ولا تطور طار على السماء ولا متطورين. شكون هو بوتين؟ هو عسكري. اذا حنايا النظام، باش نفهم الشعب الجزائري برك، النظام ما يخدعوكمش بهذه الكلمه، لانه كما قلت لكم مع الاول غيبها لصاحبك يتبعك، هذا ما كان. حنا الشعب الجزائري واحد باش تخليه يتبعك كسلوقي وتبروفيتي منه وتستعمله كما يحب، غيبها له برك في امور، يولي مسكين مش فاهم، يقول لك كم وني مش فاهم، كم تقول له شتك فيه يدير ما يفهمش مسكين، يقعد يتبع فيك برك. هذه هي واش راهم يديروا الناس، هذو يحوسوا جاهل الشعب الجزائري باش يقعد يتبع فيهم، يجبدوا لهم كل من النظام، النظام جنرالات جنرالات، هم مش فاهمين شو معناتها النظام. معظم اللي يخرجوا في الحراك والله ما على بالهم مش معناتها النظام. حنا الجزائر ما كانش عندنا نظام، عندنا كان عندنا حزب واحد فلان كانت تمشي الجزائر تطور، كان دخلاء كان كلاب دخلوا في الجزائر يحطموا فيها يديروا عدم الاستقرار في الجزائر، وهذا واش راه صاير في الجزائر. جاو تاع الفيس وكسيتيرا كيما قلت لكم هنايا، ازمه دينيه ولات ازمه سياسيه، بعد جاو تاع بكري كانوا جماعه الفافاس اكسيتيرا ديروا اضطرابات، الجزائر حتطور خلقوها، جابوا بوتفليقه، بوتفليقه بدا يطور بعد مرض استغلوها رجال اعمال واخرين يدعم عمليه تاع فرنسا زادوا يخربوا الجزائر. راكم على بالكم الامور هاي واضحه. اذا نخلو حنا الجيش تاعنا وتنظف، شنقريحه في الامام، شنقريحه راجل تاع الصح نظيف عنده كلمه وزادم ليها ليها زادم ليها ليها، ينظم الجيش وينظم البلاد ومع تبون، والتبون نشوف فيه في حل يخدم البلاد مع الحكومه الجديده. عندنا رجال واقفين، حنا لازم نبنوا البلاد، لازم نلقاو افكار جديده كيف نطوروا الاقتصاد الجزائري. وانا نزيد ان شاء الله بربي نهضر على مواضيع الاقتصاد المره الجايه،
وزيدوا نهضروا على افكار في لابونك واش تمد لابونك الجزائر سيتو لابونك انترناسيونال باش نفيدوا من الدياسبورا تاعنا لان الدياسبورا تاعنا راه بترول. هذه هي الفيديو تاع اليوم وحكينا فيها برك الناس نوعوهم عن النظام واش معناتها النظام. والسلام عليكم ورحمه الله.